بسم الله على بركة الله وبركاته. كنتمنى من المشاهدين الكرام يبارطاجيو هذا اللايف يعني باش يوصل لواحد نسبة المشاهدة كبيرة. أنا كنناشد من صاحب الجلالة نصره الله وثاني الحكومة بأن تشوف بعين الاعتبار من جانب هاد الناس اللي هما كيجيو كيزاولوا الميدان ديالهم في هذا القطاع الفلاحي. يعني بغينا نعرفوا السبب ديالهم، علاش المغرب يعني كيحبسهم ما يدخلوش للمغرب ديالهم؟ ما يمكنش، لأنهم هاد الناس عندما كيجيو كيخدموا كلهم كيديروا الواجبات اللي هي واجبه عليهم، يعني بالامور مضبوطه، بالطياره ديالهم خالصه، بالتيست ديالهم دايرينهم، بالفاكسان ديالهم دايرينهم، ولكن علاش المغرب كيحبسهم ما كيخليهمش يدخلوا؟ ها هما هاد الناس كلهم هاد الناس هما كيتوفروا على 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 واحد الشهاده ديال التيست بانها نيجاتيف، يعني مزيانه. كيطالبوها. وشنو هو السبب علاش المغرب غيمنعهم ما يدخلوش للارض الاراضي ديالهم؟ علاش؟ اشنو السبب؟ ما يمكنش. وانا كناشد من هذا المنبر هذا كناشد صاحب الجلاله يتدخل في هذا الموضوع، لانه باش تبقى واحد النسبه ديال الناس كبيره عالقه هنا في هذه المنطقه ديال جزيره كورسيكا، هذا غير معقول. لانه بالنسبه هذا غير واحد جزء صغير من عند واحد الباترون اللي يعني عنده هنا بعد على الاقل واحد 20 ديال العمال، يعني هي حاصله غتمشي. اما دابك بانه كاينين بزاف اللي ربما غتوصل لواحد 2000 ولا 3000 عامل، يعني اللي راه حاصله هنا. وشنو كدير؟ لانه مروبي الخدمه ديالو تقريبا من 24 ديسمبر هو مريح، ودابا حنا كنوصلوا هنا في 10 جونفي، ما عندوش علاش يبقى مريح هنا. خصو انتهى العقد العمل ديالو، خصو يلتحق بالبلد ديالو، وماشي معقول البلد ديالو ترفضوا ما يدخلش. شنو السبب؟ هما كانت عندهم اليوم الطائره اليوم تقريبا في 11 في جونفي، كانت اليوم مقربه غتكون في عنده واحد الرحله خاصه بهم باش توصلهم في 11 جونفي، ولكن تم في نفس الوقت حتى لاخر لحظه وتم الالغاء ديالها. اشنو السبب؟ علاش كلهما ها هما دوز عليهم واحد بانهما ها هما كيتوفروا كلهم التيست ها هما كلهم كيتوفروا على نتيجه نيجاتيف مزيانه. وقرب لعندي هنا باش تشوف مزيان، ها هي التيست مديوره 10 في 1، ها هي شتيها، ها هي نهار 7 مديوره التيست، ها هي النتيجه ديالها بانه ها هي نيجاتيف، يعني مزيانه. اشنو هو السبب علاش المغرب كيمنع هاد الناس ما يدخلوش في حالتهم عند وليداتهم؟ اشنو السبب؟ لانه الانسان جاي هنا على واحد الطروام ديال الخدمه، يعني كمل خصو يمشي للمغرب، ما غيبقاش هنا علاش غيبقى؟ وهذا راه لا يعقل. اي بلد في العالم ما كيرفضش الابناء ديالو باش ما يرجعوش للوطن ديالهم، هذه راه لا يعقل. وكناشدوا من هذا المنبر هذا لصاحب الجلاله وثانيا الحكومه يعني تدخل في هذا الامر في اسرع وقت، لانه لا يعقل تبقى هذه الجاليه يعني هنايا بدون عمل وبدون تشغيل، راه لا يعقل. وهذا كنطلب من المواطن الكامل اللي شاهد هذا الفيديو يحاول يبارطاجيه اللي يوصل لواحد النسبه المشاهدة اللي هي كبيره، يعني باش الناس توصل المعنيه بالامر بهذا الواقع. واو ما هم وعاش المغرب، عاش المغرب. ايوا اش بان لك ابراهيم؟ دابا راه كلشي الحمد لله طالب علينا التيست وخلصنا، راه 90 اورو باش مخلصاش، ودايرين معنا اليوم الطياره باش تخرج. وكيفاش هادشي ما عرفنا علاش؟ شنو هو هذا السبب هذا؟ بغينا نعرف شنو هو السبب. ايوا الكلمه السي ابراهيم. وحنا كنطلبوا هادشي، هادشي المشكل. حنا قعدنا هنايا جمعنا حوايجنا اليوم باش نديروا الديبار، هما حبسونا غادي هنايا، خصنا ما نصرفوا، خصنا المشاكل تاعنا، داك الشيء اللي خدمنا ما غاديش يقدناه، وهادشي مشكل هذا. هادشي راه ماشي هو هذاك، الله يرحم والديكم. شوف السي ابراهيم. شكرا. الكلمه لك السي. حنا نطلبوا من سيدنا يدير لنا زعما كيدير لنا شي حل، الله يحفظه والله يستره. هو زعما كاين اللي يشوف من وجوهنا ويشوف من وجه بزاوج والوليدات، راه الانسان خلى الوليدات وخلى له هذاك الشيء اللي جابو هنا غادي ياكلوه هنايا، واش غادي يدير الوليدات؟ واش غادي يجبر والو؟ يلا فوت. شكرا سي حسن. الحاجه الوحيده اللي يمكن نقول، انا كنطالب من جلاله الملك سيدنا نصره الله يكون شي تدخل باش يديروا لنا شي حل باش ندخلوا لهاد الوليدات، هذا هو اللي كنطلب من سيدنا سي محمد. انا كنطلب جلاله الملك نصره الله يشوف فينا ويدير لنا شي حل، وعاش الملك. شكرا سي محمد. كنطلبوا من جلاله الملك يطلقنا نمشيو. شكرا. السلام عليكم سي عبد الرحيم. كنطلبوا من جلاله الملك نمشيو عند ولادنا، راه حنا حاصلين ديك الفليسات اللي شدينا، راه حنا كملناها وراه حنا سي حسن. كنطلب من القنصليه وعين البرجاء ووزاره الفلاحه وجلاله الملك يشوفوا في الحاله ديال هذا
بالمواطنين والعمال ديال كورسيكا ومن بعدها خصهم يديرونا حل باش يديونا. هذا هو المشكل اللي كاين. راحنا عايشين مظلومين هنايا وكنجيهم واحد القدر ديال 3 شهور ولا يعطيونا غير شهرين وهما راهم قالوا المغرب ولا اسد ومن ناحيه التيار كانت غايطلع اليوم في 11 ودرنا التيست 10 وجاو القرار الغاء ظرف دقيقه. السلام عليكم. كنطلبوا من المسؤولين يتعاونوا معنا. حنا عينا هنا في البركه راه ما يمكنش دابا جينا هنا وخاصنا نتعذبوا هاد القوار هنا. خاصهم يتعاونوا معنا باش حتى حنا نمشيو للبلادنا ماشي نبقاو هنا باركين حنا تنضيعوا. سي محمد. السلام عليكم ورحمه الله. كنطلبوا على جلاله الملك الله ينصرو حنا ديالو وديال الله يديرنا الطريق نمشي بحالنا. احنا فورفين هنا ماشي غير احنا راه كاين كلشي الكورس فورفينا. الله يرحم والدين الله يجزيكم بخير. يلا عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. كل خير ان شاء الله. كلمه لك سي الاخ يوسف. عاش الملك. والكلمه الاخيره كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون القبول ديالها اول شيء هو صاحب الجلاله المعني بالامر وثانيا الحكومه تكون بقبول الطلب ديال هاد الناس يعني باش يتم الترحيل ديالهم ما يبقاوش هنا ضايعين. وراه شغل نقول لك لان راه الانسان كيعيش واحد الوضع يعني ماشي مزيان يعني الانسان هنا هذا البلد يعني جلاله خصو يخدم سير الخدمه ديالو خصو يمشي في حاله. كيف ما كيطالبوكم الخدامه نهار اللي كتبغيو تصيفطوهم من المغرب كتسرعوهم لهم بواحد الوتيره سهله ممكن حتى الرجوع ديالهم خصو يكون نفس الشيء ما يمكنش يكون فيه تغيير خصو يكون داك الشيء يكون مضبوط. والحمد لله بنادم صحيح ما فيه لا مرض لا كل شيء صحيح بخير وعلى خير حتى واحد ما عنده شي حاجه حتى واحد ما كيعاني من شي مرض حتى واحد ما كيعاني من شي حاجه وخير دليل بان التيست راه كتبط له كتثبت له واحد تثبت له واحد الحقيقه اللي هنا يعني ما يمكنش يكون مزوره ولا يكون متغير بخصوص هادشي اللي كيعرفوا كل واحد لان واحد التيست نديرو على حقه وطريقه وبالقانون ديالهم يعني ما فيهاش شي حاجه ديال غش ولا تزوير راه امبوسيبل ما كاينش. وعاش الملك. وعاش الملك. الله يطلق سرحنا.